طيب انا معايا الدكتور الاستاذ دكتور محمد بخيت مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه اسيوط. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا استاذ. احنا كنا موجودين عندكم من سبع شهور في تقريبا في كوم السفحت في فتره من الفترات. كوم السفحت نعم. وكنتم بتشتغلوا مع الناس بصراحه وكنتم واقفين معاهم. تمام. الجلد العقدي اخباره ايه؟ وما زلنا. انا عارف انا متاكد. ايوه. الجلد العقدي اخباره ايه عندكم في اسيوط؟ والله حضرتك احنا رفضنا الفترة اللي فاتت كام بؤرة كده موجودين معانا في دايرة المحافظة، واحنا بنتعاملنا معاهم مجرد علمنا بيهم، اتحركنا ناحيتهم، عزلنا الحيوانات، عالجنا المصاب، خدنا عيناتنا، بعتنا المعمل، بعد كده عملنا تحصين حلقي حوالين البؤرة للحيوانات السليمة المخالطة للمكان. طبعا ده كان برضو يعني نوع من انواع البرنامج التكميلي لحالة قومية كانت بدأت في الفترة من 15/1 ل 15/2. فاحنا الامور الحمد لله الى حد بعيد جدا، الاعداد تقريبا كلها متغطية والامور مستقرة ومفيش الشكل اللي يخوف مش موجود عندنا الحمد لله حتى تاريخه يعني. طب على اي اساس بنقول ما عندناش حاجه تخوف وان الوضع مستقر؟ لا على تمام. لا من فهمنا حضرتك لإبيديميولوجية المرض وبيئته على ان هو لما بينزل بيتراوح نسبه الموربيديتي ريت او بيسموها معدل الاصابه من 20 لـ 80% في حسب كلام الكتاب. احنا ما فيش الرقم اللي عندنا ما تعداش 2-3% ماكسيمم اصابه. كام يعني احنا عندنا كام حاله اصابه وكام حاله نفوق في محافظتك؟ ما هو احنا حضرتك لو عشان اتكلم على بيان حاله اصابه يبقى المفروض ان الناس بلغتني بكل واحد كل حيوان عنده مصاب في عندك القطاع الخاص حضرتك والزملاء في عياداتهم الخارجيه. بس على فكره القطاع الخاص الحمد لله بعد ما نزلنا واتكلمنا مع الناس القطاع الخاص ما عندوش حالات جلد عقدي لان هم كانوا بيتابعوا برامج التحصين فما جاتش، هي جت عند الفلاحين. فكام فلاح اتصل بيكم او جالكم وقال لكم عندي حاله نفوق؟ اللي جالك؟ والله حضرتك احنا انا عندي خمس بؤر موجودين في خمس مراكز، بالنسبه لدائره المحافظه 11 مركز في خمس بؤر موجودين، احنا بلغنا بيهم حضرتك الهيئه العامه للخدمات البيطريه وعندها علم بهذه القصه واحنا متابعين والهيئه متابعه معانا. الخمس بؤر دول يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه خمس بؤر؟ خمس بؤر يعني كل يعني في حيوان اصاب في مكان ما. تمام. الحيوان ده احنا تعاملنا معاه باعتباره هو بوره وبدانا نحصن في دايره قطرها نصف قطرها 10 كيلو حسب تعليمات الهيئه العامه للخدمات البيطريه كنوع من انواع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ضد هذا المرض. التحصين بكام يا دكتور؟ نعم. التحصين بكام؟ التحصين ب 8 جنيه حضرتك، الراس الواحده عليها 8 جنيه في حاله لما تكون مش مترقمه، سوري لما تكون مترقمه ومتسجله قبل كده وبتاخد منها السبع جنيه بتوع الرقم والبطاقه. تمام. لكن لما يكون الحيوان ما فيش بلدات محافظه السبع جنيه على 8 هتبقى 15. وصلت حضرتك؟ يعني كلها ب 15 جنيه التحصين ده 15 جنيه في حاله 15 جنيه حضرتك في حاله لما الحيوان لو هو مش مرقم. ايوه لو هو مش مرقم بالظبط لو هو مش مترقم. بس احنا دلوقتي في حاله تعتبر حاله استثنائيه او حاله طوارئ. انا مع حضرتك احنا قدر الامكان بنحاول نخفف، ويعني لو قلنا ان دي حاله استثنائيه على فكره يا دكتور محمد انا مش بهاجم، انا عايز بس لا حضرتك مش بتهاجم وانا انا عايز اخد معلومات. لا بس لحظه واحده، انا عايز اخد معلومات افيد بيها الناس. ليه؟ لغايه دلوقتي هم عندهم قلق ان هو يروح يحصن، هو بيقول لك انا حتى لو حصنت المشكله هتحصل، فانا عايز اقول له لسه الوقت ما فاتش، الحمد لله اللي عنده حيوانات سليمه يتصل بحضراتكم. ما عملتوش خط ساخن عندكم في مديريه الطب البيطري؟ لا احنا انا معتبر خطي الخاص بيا انا يعني ما فيش مكان الا وما فيش مواطن ما يعرفوش، يعني الحمد لله على كل حته رقمي موجود. كام رقم حضرتك يا دكتور؟ 012-2 ايوه 1906 ايوه 425. انا اخدت الرقم على الهوا اهو لكل المربيين في اسيوط. لكل المربيين يا جماعه اهو الدكتور محمد بخيت بيقول لكم 0122-190-64-25 تمام 0122-190-64-25 اتصلوا على الدكتور محمد بخيت وقولوا عايزين نحصل، وقولوا على عنوانك، قولوا على مكانك. تمام زي الفل. ده اللي احنا عايزينه. ده اللي احنا عايزينه. لو لا قدر الله في حاله نفوق المفروض المربي يعمل ايه؟ ايه الخطوات اللي مطلوبه منه؟
حاله النفوخ حضرتك، لو الحيوان ده يعني المفروض ان هو بيدفن او يحرق بمعرفه، لو هو قدر يروح الوحده البيطريه ويتعاون مع الناس بتوع الوحده المحليه اللي موجوده على انهم ياخدوا الحيوان ده في مكان مدفن صحي متعارف عليه في دايره كل مركز، يبقى ده افضل ما يكون. لكن لو هو ما عرفش على الاقل ومش عايز يعمل نوع من انواع انتشار المرض في دايره القريه بتاعته، يبقى في مكان عنده يحفر له حفره ويغطي. انا عارف ان حضراتكم بتلتقوا بالسيد المحافظ وفي اجتماعات بتعتبر شبه دوريه يعني. تمام. ما طالبتوش ليه ان يكون في عربيات في الوقت ده او سيارات نقل للطوارئ ان هي بحيث ان هي تقوم بجمع هذه تمام حضرتك، احنا يعني دايمين التواصل برؤساء مجالس المدن والمراكز، والناس ما بيتوانوش لحظه في انهم يتعاونوا معانا باي شكل من الاشكال. يعني انا يمكن في الحركه بتاعتي في يعني المسافه حوالي 45 كيلو رايح 45 كيلو جاي يومي، في المسافه دي انا عيني على الطريق على طول، لو في اي حاجه زي كده بتلاقيني اتصلت على رئيس مركز المدينه اللي موجوده في 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 دايرتها الحاله دي، وبتفاعل معاه وهو بيتحرك ويعمل اللازم، ما بيتاخرش خالص بالمره مع يعني تعليماتي للطبيب المتواجد في نفس المكان، علشان برضو يبقى الحاجه موجوده وقدامه وهو متابع عمليه الدفن بالشكل المطلوب. تقريبا عندك كم حاله نفوخ في اسيوط؟ والله هو برضه من فوق حضرتك عشان اقول عندي، يبقى لازم انا بلغت بالحالات اللي بلغت بيه قد ايه؟ اللي بلغت بيه احصاها دي احصاها صعب، ما عندناش رقم احصاها صعب، بس ما ينفعش ما يبقاش عندنا رقم لحاجه زي كده يا دكتور. لا ما هو انا ما ينفعش اقول رقم برضه واتحاسب عليه وانا مش ما هو انا مش بقول ان حضرتك تقول اي رقم، انا كان نفسي تقول الرقم السليم. لا عذرا مش هقدر. طب خدتوا عينات بعتوها للمعامل المركزيه عشان تتحلل ونشوف ده ايه الفيروس؟ لا احنا دول اللي احنا بعتناها اللي هم الخمس بؤر دول، احنا بعتنا الخمس العينات للحيوانات اللي تم الابلاغ بيها في حينها. تمام، بشكرك الاستاذ الدكتور محمد بخيت مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه اسيوط، وقلنا رقم الدكتور محمد بخيت 0122 190 64 25.